اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع وفد برلماني من المملكة المتحدة برئاسة سعادة النائب أمبر رود عضو البرلمان عن حزب المحافظين، وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة. وقد رحب معالي وزير الخارجية بأعضاء الوفد البرلماني وبزيارتهم لمملكة البحرين، معربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع المملكة المتحدة والتعاون المشترك الوثيق بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. من جانبهم أشاد الوفد البرلماني البريطاني بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وتطور على كافة الأصعدة، وبسياساتها القائمة على الانفتاح والتواصل مع مختلف الدول والشعوب، معربين عن تقديرهم للعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، ومؤكدين حرص المملكة المتحدة على تطويرها بما يعود بالنفع على شعبيهما، متمنين لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار.